دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف في طرابلس، وذلك مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 163 شخصاً ما بين قتيل وجريح. وحث غوتيريش الأطراف المتصارعة على الدخول في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر، داعياً كافة الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم إطلاق قنابل تحذيرية لإبعاد 7 طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كامن النائية، ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو النائية، مؤكدة وضع القوات التايوانية في حالة تأهب قصوى في المنطقتين اللتين تقعان قبالة ساحل بر الصين الرئيسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف يواصل الاستفزازات بهدف خلق تهديد بحدوث كارثة نووية مصطنعة في محطة زاباروجيا الكهروذرية، مشيرة إلى أن المحطة الكهروذرية تتعرض للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية المتمركزة في بلدة ماركافيا بمقاطعة دنيبر وبيدروفسك. أكد المنسق الأممي لمبادرة حبوب البحر الأسود أن صادرات الحبوب الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية التي يتم تصديرها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تجاوزت 1 مليون طن، موضحاً أن المبادرة وفرت بعض المساحة في الصوامع الأوكرانية المجهزة بملايين الأطنان من المنتجات والمحاصيل الزراعية، مؤكداً ضرورة تصدير المزيد من الحبوب لاستيعاب الحصاد الجديد. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، وخلال اللقاء تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات، كما تم استعراض جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية. أطلقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والسفير الياباني بالقاهرة حوار سياسات التعاون الإنمائي رفيع المستوى بين مصر واليابان، مشيرة إلى أن الحوار يستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائي والتي تمثل 2.8 مليار دولار حالياً، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات مع كافة الشركاء لتنفيذ أولويات التنموية وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يتوافد المواطنون بكثافة على منافذ مبادرة كلنا واحد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وأشاد المواطنون بالمبادرة ودورها في توفير السلع بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات والتي تعكس تطور الفكر الأمني للوزارة وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة.